Hold on this computer. صار اشوف الشاشة مو تمام؟ تمام. اوكي خلينا نشوف والله وين وصلنا. كنا احنا نشتغل بالشوبينج كارت كنترولر. كنا نشتغل بالريموف خلصناه ريموف. خلينا والله نشوف البرنامج ان شاء الله البرنامج نشوف ايش قد ما عندنا. اوكي خلي بضل نسوق add to cart add to cart اها increase or reduce اسم المستخدم سعر الطلب اوكي هسه هذا سويناها اعتقد نقدر ندز الطلبيه هسه اذا نقول مثلا ايمان باسم محمد بغداد الدوره هاي مسوين الطلبيه نسوي ارسال للطلبيه اذا نروح نشيك الداتابيس مالتنا اعتقد حنشوف الطلبيه واصله هسه نروح نشوف نشيك الداتا بيس مالتنا وين احنا اشتغلناها شو اسمه هو الداتا بيس مالتنا هنا لو بالاسكيول سيرفر بالاسكيول سيرفر احنا نشتغل اسكيول سيرفر صح اوكي خلينا نشوف الاسكيول سيرفر هاي الداتا بيس الداخليه بالاسكيول سيرفر لا هاي انا البرامج اللي اشتغلها يعني البرامج اللي انا اشتغلها مو التدريس اخليها داخل الفيجوال ستوديو ما بحيث ما اكو داعي اروح للاسكيل سيرفر تمام توب لاب توب عندنا شوبينج انفويس اوكي ايمان باسم محمد اعتقد باسم ايمان بس على العموم فهو ايمان باسم محمد كاستمر فون نمبر خلينا والله نسوي طلبيه جديده خلينا نسوي طلبيه جديده بغير اسم خلينا نسمي اسم مثلا محمد نشوف ايش بيصير محمد عبد الله عنوان بغداد وزاريه الهاتف 07825567 اوكي ارسال الطلبيه خلاص نشوف الداتابيس اوكي تمام هسه شنو هسه احنا الحل هسه شغال بدي اشوف يعني بشار هسه الطلبيه مالتي وصلت تمام اذا اريد اطبعها الطلبيه اوكي بكل بساطه تقدر تروح هي نفسها تروح على الشوبينج كارت نفسها هي انت على الجهه انت على هاي شو اسمه دوس له كنترول بي تمام شوف هي تطلع لك اصلا مرتبه هي اصلا تطلع مرتبه ماكو داعي تشتغل كودينج وتجيب لك كريستال ريبورت هي الطلبيه نفسها جيبها واطبعها تمام بس طبعا هاي مو الطلبيه هاي نفسها احنا حنسوي الطلبيه اصلا احنا هسه حنسوي الطلبيه
احنا هاي الطلبيه مالتنا. انا هاي اشتغلتها قبل ما اسوي المحاضره. شوف هسه انت مو تروح على الانفويسز، الانفويسز اللي هي التسوق بشار، يعني الانفويسات اللي تجيك اللي هي طلبات الشراء. فشنو هنا انا؟ هنا انا جايك هذا الانفويس، فانت من تروح عليه تقول له فيو ديتيلز، راح يطلع لك شو اسمه التفاصيل مال الطلب، حتى الصوره مالته تطلع لك وياه، يعني صوره المنتجات. تمام؟ فهذا اخذ طبعه، هو هذا اخذه وطبعه فضت راحت. هو ايش تطلع لك بهالشكل هذا؟ تطلع لك بهالشكل هذا. اوكي؟ ماشي. اورايت زين. حتى الصوره معها. بس احنا راح نشتغل شنو؟ راح نشتغل بالانفويسز، يعني احنا الشوبينج كارت حاليا خلصناها. راح نشتغل هسه شنو؟ هسه هاي الشوبينج انفويسز هذا من اللي دي يسوي؟ هاي كلها على الزبون، الزبون دا يفوت وشنو؟ الزبون دا يفوت وهو دا يزيد العدد، دا ينقص العدد، وهو دا يكتب العنوان مالته والاسم مالته ورقم التليفون، تمام؟ زين، بس انت كابو محل، كابو شركه، كابو متجر الكتروني، انت شو تريد؟ انت تريد هذا الانفويس يجيك. مو صحيح؟ نعم صح. مو؟ فهو احنا حنروح هسه حنروح على الانفويس. طبعا انا هسه سويت انفويس ديتيلز انفويس ليست. اوكي انا هسه ايش سويت؟ انا سويت كنترولر خاص فقط بالطلبات، خاص فقط بالانفويس. شوفوا شباب احنا ايش عندنا؟ عندنا الشوبينج كارت كنترولر، عندنا احنا هذا الشوبينج كارت كنترولر، تمام؟ هذا احنا سويناه حتى شنو؟ هذا على مود عربه التسوق. هذا الكنترولر كليته على مود شنو؟ على مود عربه التسوق. هسه راح اسوي كنترولر جديد اللي هو اسمه انفويس كنترولر، سميته انفويس اللي هي الطلبات، سميته انفويس كنترولر. هذا راح ادير به شنو؟ هذا راح من خلاله اقدر ادير الطلبات اللي انا تجيني انا كصاحب شركه. واضح؟ تمام مرتضى؟ وانا مرتضى؟ مرتضى ميوت ما يسمع، ما ادري ما يقدر يحكي. اوكي طبعا هذا الداتا بيس، طبعا هذا الانفويس كنترولر نحتاج شو نسوي؟ نحتاج نوصله وين؟ بالداتا بيس. فراح اجيب استخدم شنو؟ راح استخدم ال راح استخدم الداتا بيس اللي تعرفوه الديبندنسي انجكشن. راح اسوي ديبندنسي انجكشن واحقن شنو؟ احقن الابلكيشن دي بي كونتكست مثل ما تعودنا على كل المحاضرات. صحيح؟ احقن الابلكيشن دي بي كونتكست داخل هذا الكنترولر حتى اقدر وين؟ حتى اقدر اوصل للداتا بيس. تمام؟ بما انه هذا الانفويس كنترولر، هذا الانفويس كنترولر ايش راح يسوي؟ الانفويس كنترولر راح يتعامل ويا من ايضا؟ بنفس الوقت راح يتعامل ويا الشوبينج كارت. راح يتعامل ويا من؟ ويا الشوبينج كارت، لان انا شنو يعني الانفويس هي متعلقه بمنو؟ متعلقه بالشوبينج كارت، مو صحيح؟ يعني شباب انت هسه بدها تجيكم طلبات الشراء. طلبات الشراء هي منين جتي؟ جت من الشوبينج كارت. فهذا بيعتمد على هذا، مو صحيح؟ فهذا شاف وياي؟ نعم صحيح. تمام. يعني استخدم الكنترولر مال الشوبينج كارت؟ لا هنا احنا الشوبينج كارت هنا استخدمنا المودل مالته باوع. هذا الشوبينج كارت هياته اللي هو المودل. احنا الشوبينج كارت سويناها حالها حال الابلكيشن دي بي كونتكست، سويناها كسيرفيس. نعم تتذكر؟ سويناها سيرفيس حتى رحنا وين؟ رحنا بالستارت اب سجلناها. وين سجلناها؟ قلنا حتى ما نريد نستخدمها نقدر نستخدمها. بالضبط اي. فانا الشوبينج كارت الشوبينج الانفويس كنترولر ايضا راح يتعامل ويا من؟ راح يتعامل ويا الشوبينج كارت. اوكي؟ فلهالسبب انا حقنتها داخل الكنترولر. زين احنا شو نريد نسوي هسه؟ شو نريد نسوي؟ احنا وصلنا للنقطة وين؟ احنا رسلنا للنقطة، وصلنا للنقطة مال ارسال الطلبية. يعني هسه انت مو تكتب المعلومات،
يعني هسه الزبون مو يكتب المعلومات مالته وهو محدد الايتمات اللي يريدها، بقت شنو هو عملية التسييف؟ شلون انا راح اسيف الداتا هاي كليتها الطلب واحد؟ تمام، يعني هذا ارسال الطلبيه، ارسال الطلبيه، انا الطلبيه مالتي لازم ايش تحتوي شباب؟ من يقول لي الطلبيه مالتي لازم ايش تحتوي؟ هذا معلومات الزبون اي والبرودكت، والبرودكت اللي يريد يشتري، مو تمام؟ فانا لازم شو اسوي؟ انا لازم الطلبيه تحتوي لي على هاي الاشياء كليتها. فانا ايش راح اسوي؟ هاي الدقمه من تنداس، من راح تنداس هاي الدقمه؟ لازم انا شو اسوي؟ لازم هاي المعلومات كلها انا اخذها شو اسوي؟ والزقها ويا ذني المعلومات. اوكي؟ خلينا نشوف شلون راح نقدر نربط ذني الفوق ويا ذني، يعني معلومات شلون نربط المعلومات مال الكاستمر ويا المعلومات مال البرودكت مالتنا. سويت اكشن جديد، سويت اكشن جديد، هذا الاكشن شو اسمه؟ اسمه نيو انفويس، يعني طلبيه جديده، هذا الاكشن اسمه نيو انفويس، تمام؟ زين، السؤال المهم اللي هنا، السؤال المهم اللي هنا شباب، انا هسه يعني انا هسه ايش اريد اخزن؟ انا هسه اريد اخزن شغلتين بنفس الوقت، مو صحيح؟ انا اريد اخزن معلومات الكاستمر واريد اخزن البرودكت اللي طالبها الكاستمر بنفس الوقت، مو صحيح؟ نعم. اوكي، فالمعلومات اللي طالبها الكاستمر والبرودكت، يعني المعلومات مال الكاستمر والبرودكت اللي هو، فهنا مش عندي، عندي تيبلات اثنين بشار، تمام؟ عندي تيبل مال الكاستمر، عندي تيبل مال البرودكتس، اثنيناتهم راح اخذ من عندهم الداتا واخزنها بغير جدول حتى نشوف زين. بعرف بس من اروح على الشوبينج انفويس، من اروح على الشوبينج انفويس، لاحظوا لي، شوف ايش بي، بي الكاستمر نيم، كاستمر فون نمبر، كاستمر ادرس، شوبينج كارت اي دي اللي هي نفس الانفويس نمبر، احنا شوبينج كارت اي دي كان عندنا غلط فما اشتغلنا، على عادي يمسح ما بي اي مشكله، بدال احنا كنا نشتغل على الانفويس نمبر. على العموم، على العموم اي الانفويس نمبر هو اللي ياخذ السيشن. فأنا شدي هنا أنا شباب، شباب هسه ذني ثلاثتهم يخصن منه، يخصن الكاستمر، مو تمام؟ وبنفس الوقت بشار باع، بنفس الوقت أنا ايش دا أسجل؟ معلومات عن البرودكت، دا أسجل البرودكت، تمام؟ بس احنا نعرف انه ذني، يعني الكاستمر نيم، الكاستمر نيم هذا تيبل والبرودكت هذا تيبل واحد، تمام؟ تمام. اوكي. فراح شو اسوي؟ راح اروح على الشوبينج انفويس، راح اسوي موديل جديد، هذا الموديل شو اسمه؟ اسمه الشوبينج انفويس. اوكي؟ الشوبينج انفويس، هذا الموديل اسمه شوبينج انفويس. هذا انا شو احتاج اعرف؟ احتاج اعرف الانفويس اي دي، رقم الانفويس مالتي. والانفويس نمبر، انا هذا النمبر منين راح نجيبه؟ النمبر هذا نفسه رقم السيشن اللي هو اليوزر بي، يعني اليوزر من يدخل للموقع، مو احنا قلنا راح نسوي له سيشن؟ نعم سير. فهذا نفسه انا راح اخليه وين؟ على الانفويس، يعني رقم السيشن حيكون نفسه رقم الانفويس، حتى شنو هو؟ حتى يكون عندي كل انفويس يكون رقم خاص بي. وياش اخذ؟ راح اخذ الكاستمر نيم، كاستمر فون نمبر، كاستمر ادرس، شوبينج كارت اي دي اللي هذا ما نحتاجه هو بدال الانفويس نمبر، والبرودكت نيم، برودكت اماونت، والبرودكت فوتو باث. ذني هن المعلومات اللي انا احتاجهن على مود اعرف، على مود اعرف الانفويس مالتي. مثل ما تلاحظ هسه اذا نروح على الانفويسز تلاحظ شنو بيها؟ بيها الكاستمر نيم، الادرس، الكاستمر فون نمبر، وكذلك البرودكت والاماونت والايمج مالته. فذني كليه راح اخليهن وين؟ بهذا الموديل. واضح؟ تمام.
بشار ده امشي سريع لو زين الامور. تمام استاذ، هاي يعني نسوي لها migration غير نضيفها؟ اكيد اكيد كل تيبل تضيفه لازم شو تسوي؟ تسوي له migration. تمام. تمام، فهذا عندك التيبل راح ينضاف، التيبل راح ينضاف بهذا الشكل اللي هو الانفويس، اللي هو الانفويس شوبينج انفويسز. تمام، فراح يصير عندك ذني التيبلات. زين بس لازم شو نسوي؟ لازم نخزن الداتا اللي اخذناها، لازم نخزن الداتا مين؟ نروح على الشوبينج كارتس، لازم الداتا اللي هنا هي الداتا اللي موجوده هنا نوديها لذاك التيبل. زين اوكي، زين بس ثواني خليني اشوف شوبينج كارتس اللي هو شوبينج انفويس. هي شوبينج انفويس، شوبينج انفويس، اوكي شوبينج كارتس. Shopping cart, cart total, shopping list, okay. I'll leave it behind. زين هذا الشوبينج كارت، رحنا على الانفويس كنترولر. اوكي، تتذكرون احنا من شنو بدنا نتعامل ويا هذا الفيو اللي هو الشوبينج كارت ديتيلز. اعطيني هاي شو اسمه بشار، احنا من شنو بدنا نطلع الداتا؟ هذا الفيو اللي كنا بدنا نشتغل بيه اللي هو مال شوبينج كارت، مال شوبينج كارت اللي يا هو بالله هذا هذا الشوبينج كارت احنا كنا بدنا نتعامل وياه فيو موديل. نتعامل ويا شوبينج كارت ديتيل، شوبينج كارت ديتيلز فيو موديل. تمام، نعم قلنا لا اريد ادمج بين تيبلين. بالضبط، لان احنا ندمج شنو؟ قاعدين ندمج تيبلات اثنين. زين انا ايش سويت باع؟ احنا هنا كانت انا ايش سويت؟ من دا اريد اتعامل، انا من دا اريد اتعامل ويا الانفويس، انا اصلا الانفويس مضمنها ضمن الشوبينج كارت ديتيلز فيو موديل، باع خالها هنا أنا موجوده. فانا قلت ليش ليش دا اروح اسوي فيو موديل جديد واروح اسوي شغلات جديده؟ ماكو داعي، هو انا اصلا هذا الشوبينج انفويس موجود داخل منه شوبينج كارت ديتيلز فيو موديل. فلهالسبب فلهالسبب ايش سويت؟ بس خليني اروح على الانفويس. طبعا فانا ايش سويت؟ انا ايش دزيت هذا النيو انفويس ايش دزيت له؟ دزيت له شوبينج كارت ديتيلز فيو موديل. ليش دزيت له هذا النوع؟ لان هو اصلا يحتوي على الشوبينج انفويس بداخله.
هذا الشهر عيد؟ اي والله صادق صوتك يعني قطع. بس على الدائرة تشوفون اوكي. شوف بشار، انا ايش اريد اسوي؟ انا اريد احفظ الانفويس، فقط الانفويس، مو تمام؟ نعم وياي، بس اريدك وياي يعني. انا ايش اريد اسوي هسه؟ اريد احفظ الانفويس، مو تمام؟ زين، هذا تمام. الانفويس، هذا الانفويس هو انا اصلا خاله وين؟ داخل الشوبينج كارت ديتيلز فيو موديل. باوع هسه اذا اقول له بيك ديفينيشن تشوفه هيات اصلا هو موجود. انا هذا هذا الشوبينج انفويس هو اصلا موجود داخل منه، داخل الشوبينج كارت ديتيلز فيو موديل. يعني نستخدم نفس الفيو اللي مال الشوبينج كارت بالضبط. بالضبط، هو يعني هو موجود هذا نفسه، هذا الشوبينج انفويس هو موجود داخل منه، داخل الشوبينج كارت فيو موديل. فانا ليش داري اروح اسوي فيو موديل جديد؟ هو اصلا موجود داخل هذا الفيو موديل. تمام اوكي. فلهالسبب سويت هذا النيو انفويس، دزيت له شوبينج كارت ديتيلز فيو موديل، اللي هي من ضمنها شنو موجود؟ اللي هو من ضمنها شنو موجود؟ موجود من ضمنها شوبينج انفويس. اوكي؟ الانفويس. بالضبط. تمام. زين. اوكي. شوبينج كارت. شوبينج كارت. اد نيو انفويس، بس خليني اروح على هذا ال implementation. Shopping cart items. Okay. زين. بس انا بقى ايش عندي؟ عندي اكشن انا مسويه اللي هو وين موجود؟ موجود ضمن الشوبينج كارت. عندي فد اكشن. عندي فد ميثود انا مسويه داخل ال شوبينج كارت. خلينا نروح على شوبينج كارت. شو اسمه؟ اسمه اد نيو انفويس. وين الموديل؟ شوبينج كارت. انا هذا بشار، شوف هذا الشيء انا مسويه وين؟ داخل يا كلاس، داخل الشوبينج كارت. شنو هذا الشيء؟ ايش دا يسوي؟ بكل بساطه، بكل بساطه هذا قاعد يجيب لي الايتمات اللي موجوده داخل ال شوبينج كارت. الو الو، اسمعك بشار، تسمعني؟ صوتك دي يقطع. صوتك دي يقطع. الو الو بشار، تسمعني؟ الو بشار، بشار بشار، تسمعني؟ هذا الشهر تسمعني؟ اي نعم هسه استمع. زين، انا لازم شو اسوي بشار؟ انا على مود لازم على مود احفظ الانفويس، لازم شو اسوي؟
على مود احفظ الانفويس لازم اجيب الايتمز مالتها. تمام؟ الو بشار تسمعني؟ طيب صوتي قطع ما جاي افهم. شلون لا يا بشار؟ مرتضى وين مرتضى موجود؟ مرتضى طالع هنا. زين بشار راح اشرحها على قد ما اقدر، واذا تقدر باع التسجيل انت ماشي. تمام استاذ، لا تسمعني. زين احنا ايش نحتاج؟ على مود نخزن الانفويس، على مود نخزن الانفويس نحتاج شنو؟ Shopping cart items. Shopping cart items. We are showing cart items. We are laptops information. Cool. Man, how is shopping carts? I have a good item. If I can unlist the file, send me the shopping address. Send me the shopping address. Okay. زين بس انا على مود اخزن شو اسمه شباب، انا على مود هسه اخزن، انا هسه على مود اخزن الانفويس مالتي ايش لازم، شو اسوي؟ لازم اجيب كل الايتمات، لازم اجيب كل الايتمات اللي بهاي الشوبينج كارت. تمام، لازم اجيب كل الايتمات اللي بالشوبينج كارت. فانا هنا شو مسوي؟ رايح انا على الشوبينج كارت، رايح انا سوين على الشوبينج كارت، مسوي لي فد ميثود، مسوي لي فد ميثود. هذا الميثود، هذا الميثود ايش راح يسوي؟ راح يجيب لي كل الايتمز اللي موجوده بالشوبينج كارت، اللي موجوده بالشوبينج كارت اللي هسه المستخدم قاعد يستخدمها. فايش مسوي انا؟ قال يابا تحت اندرسكور داتابيس شوبينج كارت ايتمز. وش مسوي؟ قلت له تعال اعطيني كل الايتمز اللي الشوبينج كارت مالتها تساوي الشوبينج كارت اي دي، بما معناه انه تعال جيب لي كل الايتمز اللي موجود داخلها شنو؟ جيب لي كل الايتمز مال هاي الشوبينج كارت الحاليه. بشار تسمعني؟ لا طبعا وضمينا داخلها، وبداخلها جبنا اللابتوبس انفورميشن. خل اشوفكم اياها بال بالداتابيس. لا مو ديزاين،
select top 1000. شوف هسه تشوفون احنا ايش سوينا. يعني هذا الكويري، هذا الكويري اللي هو موجود هنا، هذا الكويري اللي هو موجود هنا، هذا الكويري اللي هو موجود هنا ايش دا يسوي؟ قاعد يجيب لي كل المعلومات اللي تخص منه، كل المعلومات اللي تخص الكاستمر والانفورميشن شو اسمه اللابتوبس انفورميشنز مالتهم واللابتوبات اللي اختاروها، المعلومات اللي تخص الكاستمر واللابتوبات اللي هم اختاروها. تمام. زين بعدين ايش راح اسوي؟ راح اقول لكل ايتم، لكل ايتم موجود بهاي الليسته راح شو اسوي؟ راح ادخل شنو؟ راح ادخل المعلومات بالشوبينج انفويس. فايش قلت له؟ سويت انستنس جديده، سويت له انستنس جديده مال الشوبينج انفويس، وقلت له يابا الانفويس نمبر اللي هو هذا منين حتجيبه؟ راح تجيبه من الشوبينج كارت دوت شوبينج كارت اي دي، اللي هو مين؟ اللي هو هذا شوبينج كارت اي دي، وين هذا اللي هو شوبينج كارت اي دي اللي موجود داخل الشوبينج كارت. بعدين الكاستمر نيم، مين دي يجيب الكاستمر نيم؟ دي يجيبه من هذا الفيو موديل، هذا اللي دزيناه ويا الكاستمر نيم والادرس. الكاستمر نيم دي يجيبه من الفيو موديل شوبينج انفويس دوت كاستمر نيم، وكذلك الادرس دي يجيبه من الشوبينج انفويس من الفيو موديل اللي هو هذا ويا داخل الشوبينج انفويس والكاستمر ادرس، وكذلك بالنسبه للفون نمبر انا هاي دزيته. شوبينج كارت اي دي نل، حتساوي لي نل لان انا اصلا ما احتاجه. البرودكت نيم مين راح اجيبه؟ راح اجيبه من هاي الايتم دوت برودكت نيم، هاي الليسته اللي استونا سويناها مال الايتمز راح اجيبها من عندها. برودكت اماونت راح اجيبها ايضا من الايتم، برودكت فوتو باث ايضا حجيبها من الايتم اللي هو اصلا موجود داخل الليست اوف سبلايرز. فضت راحت. خلي ان شاء الله البرنامج ونشوف. زين هسه هاي الخطوه السابقه كملناها. هسه انا شو اريد اسوي؟ اريد اطلع ليست بالانفويسز اللي عندي، اريد اطلع ليست بالانفويسز اللي عندي. تمام؟ اريد اطلع هسه ليست بالطلبات اللي انا عندي موجوده. بكل بساطه كلش سهله الشغله. شو راح اسوي؟ راح اسوي اكشن ضمن الكنترولر اللي انا بي، سميت متغير اسمه list of invoices اللي هي هاي الليست اللي راح تنعرض هنا. زين هاي مين حنجيب هاللست؟ حنجيبها من الشوبينج انفويس ونقول له select a goes to a dot invoice number dot distinct. هاي distinct ايش حسوي؟ شوفوا اذا تلاحظون من نرجع للداتابيس، شوف الانفويس نمبر شباب، الانفويس نمبر بيه متكررات،
66 66 20 ب 20 8 8 8 8 تمام. فانا ايش دي يصير؟ انا ايش قلت له؟ قلت له تعال جيب لي الشوبينج انفويسز، بس شنو الشرط؟ انه تكون الرقم مميز. هو هذا معناته ديستينكت، معناته رقم مميز، هذا معناته ديستينكت، معناته انه تكون الارقام مميزه. يعني لاحظوا شوف هسه الشوبينج كارت، انا ايش عندي؟ عندي 66 66 الاثنين نهايته 66. شوف هسه اذا اروح ايش راح تلقى؟ راح تلقى بس واحد 66. ليش؟ لان من استخدمت هاي الديستينكت جاب لي فقط اول وحده، بعدين حولناها الى ليست. طبعا احنا بالبدايه شو مسوين؟ مسوين فيو موديل اللي هو اسمه ليست اوف انفويسز فيو موديل، اللي هو مجرد يحتوي على سترينج، يعني لسته مال سترينج اللي هي مال شوبينج انفويس نمبر. فقلت له شوبينج انفويس نمبر يساوي لي ليست اوف انفويسز اللي هو هذا. خلينا نروح على الفيو، راح تلقون ان الفيو يعني اذا تتعاملوا ويا ليست اوف انفويس نمبر، اي ليست اوف انفويس فيو موديل، يعني الفيو مالتنا راح تتعامل ويا هذا الفيو موديل. راح شو تسوي؟ راح تسوي لنا راح نسوي تيبل. شنو بي هذا التيبل؟ بي الانفويس نمبر وبي الانفويس ديتيلز اللي هي النهايه، الانفويس نمبر والانفويس ديتيلز. زين هسه اذا اريد نروح نشوف الديتيلز مالتها، مجرد ندوس هنا راح تطلع لي شنو؟ راح تطلع لي الديتيلز مال الفيو. فشلون نعرف الديتيلز مال الفيو؟ سويت انا همينة اكشن مثل هذا اللي تشوفوه، مجرد ادز الرقم مال الانفويس، مجرد ما ادز الرقم مال الانفويس راح اطلع شنو؟ راح اطلع هاي المعلومات اللي تخص الكاستمر مالتي، وبنفس الوقت راح اطلع المعلومات اللي تخص شنو؟ اللي تخص البرودكتس مال هذا الكاستمر من خلال هاي الكويريات الاثنين. بعدين سويت فيو موديل جديد، يعني بهال يعني اذا تلاحظون انه انا هنا هسه عندي تيبلات اثنين، تيبل يخص البرودكتس وتيبل يخص الكاستمر نيم، تمام؟ فهنا هذا يعني تيبل واحد وهذا هو تيبل واحد، فلهالسبب سويتهم بفيو موديل واحد اللي هو سميته انفويس ديتيلز فيو موديل، اللي هو ايش ده يحتوي؟ اللي هو ده يحتوي على لسته مال شوبينج انفويسز، الكاستمر نيم، الفون نمبر، كاستمر ادرس، والشوبينج كارد اي دي، تمام؟ زين خلينا نشوف الفيو مالته شلون ده يصير. زين خلينا نشوف هسه الفيو مال الانفويس ديتيلز.
طبعا invoice details حيتعامل ويا ال view model اللي هو ال invoice details حيتعامل ويا ال invoice details. وش نريد نطلع؟ احنا نريد نطلع ال customer name وال address مالته وال phone number. تمام. وبنفس الوقت شو نريد نطلع؟ نريد نطلع ال shopping invoice مالته. نريد نطلع هو ايش مسوي وما مسوي. اوكي. بس قلت له for each bar item and model shopping invoice product name و product amount. راح يطلع لي اسم المنتج مالته و يعني عدد الشغلات اللي هو يريدها الاماونت مالته. وبنفس الوقت طلعت له صوره، الصوره مال المنتج اللي هو يريد يشتري. هاي خلص البرنامج، هاي لحد هسه خلاص البرنامج. برنامج هسه شغال وكفو. هسه بقت سالفه انه نرفعه على السيرفر، نرفعه على السيرفر. طبعا راح اسد شو اسمه. انا طبعا بالنسبه لي انا استخدم موقع هو فري، تقدر ترفع عليه السيرفر، تقدر ترفع عليه الموقع مالتك ببلاش، اسمه سمارتر اي اس بي دوت نت. طبعا شو اسمه عمليه رفع الموقع جدا جدا سهله هنا، كلش سهله. فمجرد ما تدخل على smarterasp.net اللي هو الويب سايت مالتهم، طبعا انت لازم بالبدايه شو تسوي؟ لازم تسوي حساب، لازم تسوي حساب. انا بالنسبه لي مسوي حساب اسمه الحكيم 94. تمام. فانا بالنسبه لي مسوي حساب، انتم مجرد ما تسوون حساب فوتوا عليه وسووا ساين ان. لازم شو اسمه افعله من جديد. اوكي. هسه انا كبدايه راح اسوي، هسه راح امسح الموقع اللي انا رافعه. راح امسح الموقع اللي انا رافعه حتى نبدي من الصفر. اوكي. هسه شنو هو؟ انتم من تسوون تسجيل دخول، خلينا نمسح الداتا بيس مالتي همنا. امسح الداتا بيس حتى تطلع لكم الشغلات اللي نفسها يعني تطلع لي. راح امسح هاي من الداتا بيس. بس طبعا هاي اول ما راح تسوون انتم حساب على هذا الموقع، روحوا على الويب سايتس. قول له يابا انه انا اريد ويب سايت جديد. اوكي. هذا الفولدر اللي حيتكون داخل السيرفر، الفولدر اللي حيتكون داخل السيرفر اللي بهذا الموقع راح نسميه مثلا توب لابتوب. اسمه توب لابتوب وقول له سبميت. طبعا هذا الموقع الحلو بيه انه يعطيكم، تقدر ترفع عليه موقع واحد مجاني، بس اذا اكثر من موقع لا، لازم تشترك وياهم. فحلو اذا تحب تتست دائما المواقع مالتك اللي تسويها اللي هي شغاله لا، فهذا عندك افضل اختيار اللي هو smarterasp.net. تمام. هسه سوالي هذا الموقع، سوالي فايل هسه حاليا، سوالي فولدر داخل منه؟ سوى الفولدر داخل السيرفر. فانا هسه شو اريد اسوي؟ لازم اربط الموقع مالتي حاليا بالسيرفر. بس قبل لازم شو نسوي؟ لازم نروح نسوي داتا بيس. شوف اذا بتضغط على الداتا بيس راح تلقى انه اكو ام اس اس كيو ال اللي هي اختصارا لمايكروسوفت اس كيو ال، اللي هي نوع الداتا بيس اللي احنا كنا نتعامل وياها. اوكي. من تقول له اد داتا بيس
انا الداتا بيس اللي دا اشتغل بها حاليا هي يعني من هي 2014 تمام. راح شو تسوي؟ راح تخلي داتا بيس نيم مالتك وتسوي باسورد للداتا بيس همينه. راح اقول له سبميت اوكي. بس ايش طلعت لي؟ طلعت لي هسه هاي الداتا بيس مالتي هياته موجود الداتا بيس تمام. هاي هي الداتا بيس هسه كل شيء جاهز. اذا نريد يعني نرفع الموقع كل بساطه انا هسه ايش احتاج؟ احتاج المعلومات اللي تربط الموقع بالمشروع مالتي. فهنا أنا اكو deployment info، اكو show deployment info، اكو هنا أنا publishing XML. هذا كلش يعني يسهل لكم هواية امور، بس مجرد قول له get publishing settings تقدر اكو فايل راح تنزله، اكو فايل راح تنزله اللي هو هذا الفايل بكل المعلومات اللي يحتاجها يعني اللي تحتاجها بالفيجوال ستوديو لما ترفع على السيرفر مالتك. كلش كلش بسيط تمام. زين خلي هسه ما دام اخذنا الملف خلي نروح نرجع لل خلي نروح نرجع للفيجوال ستوديو داتا بيس بعد ما نحتاجها. بس خلي اشوف هذا الفايل مالتي مني وينه. هذا اللي قبل شوي نزلته. نروح على الداونلودز. كرون فولدر. هي هذا السايت 1 2. راح اخذ الكات اخليه على الديسكتوب. طبعا لين انا عندي فايل ثاني فراح اقول له ريبلايس الفايل اون ذا فايل ديستنيشن. اوكي. بس هذا يحتوي شنو؟ هذا يحتوي على كل المعلومات اللي احتاجها على مود ارفع الموقع. اوكي. بكل بساطة يعني مايكروسوفت كلش مسهلت لنا شغلة رفع الويب سايت مالتنا. مجرد تروح على توب لاب توب كليك يمنى وتروح على ببلش. ببلش يعني هو اطلاق. زين طبعا ببلش انتو حتطلع لكم انتو بما ان انتو اول مرة راح تسوون ببلش فما اعتقد راح تطلع لكم ذني. فانا ايش راح اسوي؟ راح اقول له نيو. راح اسوي في فايل فولدر جديد تمام. بس مجرد ما اقول له نيو اكو هنا انا امبورت فايل. دوس على امبورت فايل ودلوه على الفايل اللي انتو هسه قبل شويه نزلتوه اللي هو السايت 1 2. كل بساطه شو باعوا؟ شلون؟ اخذ اليوزر نيم، اخذ نوعية الديبلوي اللي هي ال MSD deploy، اخذ اليوزر نيم اليو ار ال، اخذ الجويد. يعني هو هاي كل الداتا اخذها منين؟ من هذا الفايل. اوكي. بس نحتاج كم شغله، نحتاج بعد نعدل كم شغله. راح اروح ارجع للموقع، مالتي وراح اروح على الداتا بيسز. اكو هنا انا كونكشن سترينج مال داتا بيس. هذا هو الكونكشن سترينج. احنا بالبدايه من اشتغلنا الكونكشن سترينج مالتنا حطيناه بهذا الملف. خليني اشوفكم اياه. حطيناه بهذا الملف اللي هو الاب سيتنجز دوت جيسون. تتذكرون من حطينا الكونكشن سترينج؟ حطيناه هنا انا. فهنا انا همينه من دار ارفع الموقع همين يطلب من عندي الاب يعني همين يطلب من عندي كونكشن سترينج. فبكل بساطة راح اخذ هاي الـ ASP.NET. وجدا مهم اكو هنا دبل كوتيشن بالبداية، هاي لا تاخذوها. انا مرة من المرات يعني يوم كامل قاعد افكر شنو هو المشكلة، مجرد لان هاي الدبل كوتيشن مالتي، هاي الدبل كوتيشن موجودة، فهاي الدبل كوتيشن عوفوها تمام. راح اخذها كوبي وراح ارجع على فيجوال ستوديو. وهنا انا ايش اكو؟ اكو الباسورد. انا راح اكتب هسه حاليا الباسورد مالتي. اسوي له فاليديت كونكشن، شوفه راح يكنك. اكو مشكله؟ لو ماكو مشكله طلع لي صح. معناته هسه شنو هو؟ معناته الموقع مالتي يعني معناته البرنامج كنك ويا السيرفر. فنقول له نكست.
هنا أنا طبعاً هاي المعلومات عفوا مثل ما هي، بس روح لي على الداتابيس، تمام؟ بس روح على الداتابيس وهذا الكونكشن سترينج، جيبه من ال جيب الكونكشن سترينج نفسه اللي اخذناه من الموقع، وهنا نكتب الباسورد مال الداتابيس. اوكي نفس السالفه جيبها هنا أمانة connection string واكتب ال password مالتك مال database. تمام، وقل له use this connection string at runtime, apply this migration on publish. قل له save، قل له publish هسه. هاي فقط، هذا كل اللي تحتاجه. طبعا يحتاج شنو؟ يحتاج ايضا username و password هنا. وهاي راح يرفع الموقع لا لا ما صارت مشكلة طبعا. لا عندي مشكلة، يمكن ما راح ينرفع. اكو مشكلة بالسيرتيفيكت، لازم اسوي له validate للcertificate، نسيت اسويها، بس نسويها للvalidate certificate. بس خلي ينتهي يعني.
اعتقد راح تمشي الامور طبيعي يمكن. بس يكمل رفع الموقع هو من كيف يفتح بعد. طبعا شباب هو هاي بس هذا اللي تحتاجه حتى ترفع الموقع، يعني صار هذا حيطول على ما يرفع الموقع ويرفع كل الادوات على النت هذا. فتجربوها خطوات، اذا صارت عندكم مشكله فقولوا لي. نشوفكم ان شاء الله على خير، نتمنى لكم كل خير.